موقف جماهير نادي الزرع. حقيقة هذول ناس يعني من كوكب آخر، حرصهم وسندهم نعم من كوكب آخر. نعم هذول يعني محبتهم لأبناء الزوراء ولأحمد راضي شيء لا خط، مو أقول لك خط أحمر، ثلاث خطوط أحمر، فدائما هم سندوا ويبدون هم عادين يكتبون. هم خط الصد الأول لأحمد راضي. الصد الأول لجمهور لأحمد راضي، هذا الجمهور الراقي الحبيب اللي مو بس هاي، ترى مو بس هسه، من كنت لاعب كانوا يوقفون بباب النادي ويغلقون النادي وعلى مسؤولين مثل عقيد ارشد وعقيد روكان وما ادري منو، يعني الاخوان هذول اللي كانوا يترأسون النادي وعلى مدربين وعلى يعني كان لهم مواقف كبيره.